يقول: ما مفهوم الصحيحين عند أهل السنة والجماعة؟ وهل من ضرورة لوجود أحاديث صحيحة أم نكتفي بالقرآن؟ أما عندما نقول الصحيحان، فالصحيحان هما البخاري ومسلم، أو صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أعظم كتابين عند أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهي عبارة عن أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تقريره. وقد أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين، أي ما في البخاري ومسلم. وأما بالنسبة للدين أو عقيدتنا أو أعمالنا من صلاة وصيام وزكاة، هل نكتفي بالقرآن أم نحتاج إلى السنة؟ فلا شك أن السنة تأتي مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، وتأتي مبينة شارحة مفسرة، وهذا هو الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي مضيفة تضيف أحكاما لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن قال إنه يكتفى بالقرآن دون السنة فهو مكذب لقول الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا لم يأتي أو لم يأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والذي رد السنة لم يطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نص أهل العلم على أن من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نكتفي بالقرآن فقط فإنه كافر بالله تبارك وتعالى، بل لابد أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة النبوية المطهرة. وصفة الصلاة كمثال لا نحسنها إلا من خلال السنة. الله تبارك وتعالى قال: أقيموا الصلاة، ولم يقل لنا أو لم يخبرنا كيف نقيم الصلاة، ولم يحدد لنا أوقاتها ولا أنواع الصلاة: مغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، متى نصلي الظهر، متى نصلي العصر، كيف نصلي الظهر، كيف نصلي العصر، كم ركعة. كل هذا إنما نأخذه من السنة. وهؤلاء الذين يقولون لا نأخذ إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لا أعتقد أنهم يصلون أو أنهم يخالفون ما يعتقدون أو ما يقولون. وكذا بالنسبة للزكاة، وكذا بالنسبة للصيام والحج، إنما تؤخذ هذه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفصيل هذا يطول.